يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما سبب تسمية المبتدعة وبعض الفرق الضالة بالخرافيين؟ فما معنى كلمة خرافي؟ خرافة ما التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، هذه الخرافة، خرافة التي تعتبر يعتبرونها من الدين وهي ليست منه، سمها خرافة، سمها بدعة، سمها ما تريد، المهم أنها ما هي من الدين. نعم.